ملفوف على البريشر رول. طبعا الفينش بيختلف من كل شركة لكل شركة، بس الفكرة كلها واحدة في الليزر جيل، ان الرصاص يروح للورقة كهرومغناطيسي. طبعا الوحدة الليزر هي اللي بترسمه على الدرام ويعدي رصاص على الورقة على السخان اللي انا كنت بنضفه ده يثبت الحبر. طبعا زي ما اتفقنا ان شاء الله هشرح لكم دوت في فيديوهات تانية كتير. انا بس عشان عميل دي برضو مستنيها، ولسه ممكن تبقى محتاجة نظافة تاني. يعني زي ما انتوا شفتوا في موديلات كتير بكون شغال فيها جاية عشان مشكلة بيظهر عيب تاني، لان مكنة الطباعة عبارة عن دايرة حساسات وادارة كلها شغالة مع بعض. وإن شاء الله تشتغل البرنتر دي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه هي الورقه بقت بتعدي، بس طبعا العلبه متدمره لازم تتغير. شكرا، تابعوني.